السلام عليكم يا باشمهندسين، النهارده عايز اتعرف معاكم على موقع بتاع الشركه بتاعت سي اس اي. طبعا انت عارف ان البرامج بتاعتنا ودي معظمها من برامج الاستراكشر او الاناليسز عامه بتبقى من انتاج شركه سي اس اي اللي هي كمبيوتر ستراكشرنج. فانت عشان تحمل اي برنامج دي بعض المنتجات بتاعتها سي اس اي بريدج وساب وايتابس، انت عشان تحمل اي برنامج من دول مش عليك غير ان انت تخش على الموقع الرسمي اللي هو كمبيوتر اند ستراكشر، تكتبه في جوجل هيطلع لك على طول ويبدا تظهر البرامج قدامك وتبدا تحمل منها انت عايزه. هو بيدوك نسخ مجانيه كده، تمام؟ اي نعم بيبقى فيها بعض الليميتيشن على بعض الحاجات، بس هي افضل بكتير من النسخ اللي بكراك. طيب تعالى ما نشوف بقى كده مع بعض. احنا عايزين النهارده نتكلم عن افضل برنامج فيهم او اجدد برنامج دلوقتي اللي عامل طفره والناس كلها بتتكلم عنه، وهو برنامج الايتابس. لو انا جيت ضغطت على الايقونه بتاعت الايتابس دي فهتفتح ايتابس 17. ايتابس فيرجن 17 هي احدث نسخه من البرنامج نزلت، وطبعا النسخه دي فيها تعديلات كتير هنشوفها مع بعض. ولكن قبل ما اقول لك على التعديلات، انت عشان تتعلم اي برنامج من دول انا ما اعتقدش ان اي حد ممكن يشرح لك البرامج دي زي الناس اللي عملتها. فطبعا الناس اللي عملت البرامج دي هي عارفه اتعملت ازاي وعارفه كل حاجه معموله ازاي. لذلك انت لما بتيجي تضغط على اي برنامج من دول هتلاقي تحت هنا كده يظهر لك فيديوهات. التوتوريال دي مهمه جدا ان انت تعرفها، هي صحيح بالانجلش بس هو مش الانجليش الصعب اللي انت ما تقدرش تتعامل معاه، ولكن هي ان شاء الله تقدر تتعامل معاها وتتعلم حاجات كتير جدا جدا عن البرنامج يمكن ما حدش يعرفها وما حدش من الناس اللي على النت شارحها. مفيش اي حد شارح الحاجات دي لان مش كل الناس متعمقه في البرنامج، لكن البرنامج ده امكانياته مهوله. يعني انت لما تتفرج على الفيديوهات دي وبعد كده تقارن الشرح اللي على النت اللي هتلاقي ان هنا في امكانيات مهوله انت ما تعرفهاش عن البرنامج. طبعا ممكن تدوس تحت هنا كده وتبدا تجيب باقي الفيديوهات. طيب هتلاقي هنا ثلاث ايقونات، الايقونه الاولانيه دي بتعرض لك التحديثات اللي عملوها في البرنامج، فهو هنا بيقول لك دي التحديثات اللي اتعملت في البرنامج. اول حاجه هم عملوا تحديثات في المشنج، المشنج بتاعت البرنامج بقت احسن بكتير واقوى كتير من الاول، تقريبا بقى اقوى مش ممكن تعمله على اي برنامج اناليسز هو اللي بقى موجود في ايتابس فيرجن 17. لكن التعديل المهم جدا 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 واللي يهمنا واللي ما كانش موجود قبل كده ان هو بقى ياخد ريجيد زون فوق العمود. معلش عشان برضو تبقاش بتسمع الكلام وخلاص، يعني ايه ريجيد زون؟ برنامج السابق باشمهندس لما بتيجي تعرف عليه العمود كنا بنعرف العمود على انه نقطه، وكان في برنامج الايتابس على الرغم ان انت بترسم قطاع للعمود بس برضو العمود كان بيتعرف على انه نقطه، وده كان بيخلي النتائج بتاعه الاناليسز مش مظبوطه قوي. ولكن ما كانش موجود التعديل ده غير في برنامج واحد بس اللي هو البرنامج بتاع السيف. كان برنامج السيف كان ممكن وانت شغال على البرنامج بيجي فوق العمود زي ما حضرتك شايف كده ويعمل ريجيد زون. يعني ايه ريجيد زون؟ يعني منطقه قويه جدا، منطقه فيري ستيف، فبيبقى عارف ان هنا في عمود، يعني العمود ده بيتعرف بقطاعه. وطبعا ده كان بيواجهنا مشاكل كتير جدا وانت بتعمل دي اكس اف مثلا. عشان تعمل دي اكس اف لاي لبرنامج الايتابس كانت لازم توقف الكاميرا في سنتر العمود. طبعا المشاكل دي كلها الحمد لله اتحلت دلوقتي، فهي دي اهم ميزه موجوده عندنا. طيب نيجي للنقطه الثالثه، بعد ما حضرتك عرفت التحديثات اللي حصلت في البرنامج تمام، ممكن تقراها بقى كلها من هنا، دي تحديثات كل التحديثات اللي حصلت في البرنامج. ولكن ده اهم تعديل بالنسبه لنا، اهم تعديل بالنسبه لنا ان بقى في قصه بتاعه الريجيد زوم. طب تعالى معايا شوف ازاي اقدر احمل البرنامج. حضرتك ممكن تحمل البرنامج بطريقتين. الطريقه الاولانيه ان انت حضرتك هتيجي من هنا كده، في حاجه اسمها ريكويست ايفالويشن. اي شركه بتنتج اي برنامج فهي بتتيح للناس ان هي تجربه بحيث ان البرنامج ده لو عجبك تبدا تشتريه. طب انت لو عايز تشتريه فهو انت ممكن تضغط هنا كده فبيتيح لك ثلاث نسخ، في النسخه البلس وفي النسخه بتاعت النون لينير والالتيميت، وكل واحده بقى فيها امكانيات مختلفه، فانت بتشوف النسخه اللي تناسبك منهم وتشتريها. طبعا احنا ولا هنشتري ولا هنعمل اي حاجه، احنا كفايه علينا اول نسخه الفري هي بتشتغل لمده سنه ولما تخلص يبقى ربنا يسهل ان شاء الله. طيب خلينا بقى بعد ما عملنا القصه دي، طب افرض انا عايز بقى احمل النسخه الفري دي، كل اللي عليك ان انت تدوس هنا على ريكويست ايفالويشن فيبدا يفتح لك الصفحه دي، هتملى البيانات اللي موجوده دي تمام، وفي الاخر هم هيبعتوا لك ايميل. بمجرد ما تدوس سبميت وتملى البيانات اللي موجوده فوق دي هيبعتوا لك ايميل، الايميل ده فيه اللينك تقدر تعمل منه داونلود للنسخه وتحملها ومفيش فيها اي مشكله. الحقيقه انا عملت فعلا القصه دي وبعتوا لي الايميل، هم بيتاخروا شويه في الميل، لكن لو انت مستعجل قوي فانا ممكن انزل لك رابط برده في موقع كتير منزل الرابط دلوقتي. انزل لك رابط للبرنامج نفسه تحمله مباشره ان شاء الله تلاقوه تحت الفيديو، هتلاقي الرابط تقدر تحمل منه البرنامج. ده الايتابس 2016، ده نسخه انا عاملها بكراك عادي، وده الايتابس 17. لو جينا فتحنا الايتابس 17 طبعا شكل الواجهه جديد ومختلف عن الايتابس
يعني الشكل الصوره الخارجيه، لكن الشغل من جوه هتلاقيه كل واحد. بس عايزين بس نشوف الاضافه اللي احنا بنتكلم عليها. اولا اول ما بتفتح البرنامج بيجي لك هنا بيقول لك ان دي يا باشمهندس ايفالويشن فيرجن. يعني ايه ايفالويشن فيرجن؟ يعني نسخه مش كامله، ففي بعض الليميتيشن هو عاملها لك. زي ايه مثلا؟ زي ان انت ما تقدرش تفتح اي موديل بعديها ب 30 يوم، يعني الموديل ما بيقدرش يتفتح بعديها ب 30 يوم، خلاص بيبقى الموديل ده خلص. ان انت في بعض الليميتيشن على قصه ان انت تعمل امبورت او اكسبورت لبعض الحاجات، ففي بعض الحاجات ليميتيشن مثلا زي ان انت تعمل مثلا قصه هنا ان انت ما تقدرش تعمل اكتر من 5 موديل كيس او 5 لودد كيس. طب الحاجات دي مش هتاثر معانا قوي، يمكن اللود كيسز دي هي اللي ممكن تاثر شويه، لان احنا عندنا مثلا لو بنستخدم زلازل فاحنا عندنا لود كيسز اكتر من كده شويه، ولكن هنتصرف. لان البرنامج وهو نازل بالنسخه اللي هي دي اللي هي الايفالويشن فيرجنز في امكانيات كتير قوي افضل بكتير من النسخه الثانيه اللي بتقعد تقفل كل شويه وتبوظ الدنيا. هندوس على اوكي ويبدا البرنامج يفتح معاك عادي. لو جينا مثلا نعمل اي مثال سريع كده، فايل نيو موديل. بالمناسبه قصه تسطيب البرنامج هي من القصص السهله جدا، انت عادي بتسطب البرنامج نيكست 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 عادي جدا، مفيش فيها اي مشكله، ولكن يفضل ان انت تبقى مشغل النت. يعني ايه؟ يعني النت يبقى شغال، لان في بعض البرامج هتطلب ان هو ينزلها فتبقى برضو انت شايفها وانت بتنزلها. طيب احنا نعمل بس اي مثال كده عشان نشوف الامكانيات بتاعه البرنامج اهو. مثلا ده كده يا باشمهندس، هو مثلا خلينا البرنامج يكريت مثلا اي موديل عندنا وادي الاكسترود بتاعته وبتبدا عادي جدا يشتغل. طبعا الانيميشن هنا اوضح شويه والاكسترود فيو اوضح شويه من النسخ اللي قبل كده، بس مش ده كل المهم. المهم ان حضرتك لما هتيجي هنا اولا لو عايز تعرف البرنامج ده شغال لمده قد ايه هتيجي من عند الهيلب وتقول له اباوت ايتابس، هيقول لك ان النسخه دي شغاله لمده 348 يوم، وده وقت كويس جدا نقدر نشتغل بيه. زي ما انت شايف ان هي النسخه دي اللي هي فيرجن 17. طيب بعد كده لو جينا على ديفاين سيكشن فريم سيكشن وجينا نعمل اد نيو وبعد كده قلنا له كونكريت، هتلاقي الاضافه الجديده اللي احنا بنتكلم عليها ان انت بقى في حاجه اسمها انكلود ريجيد زون. انكلود ريجيد زون فوق الايه؟ الاعمده. ده عشان يخلي القطاع بتاع العمود البرنامج يحس بيه، وده تحسين كبير جدا 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 جدا، يمكن هيخلينا يعني ما نلجاش البرنامج السيف خالص خالص خالص. فده ان شاء الله هيبقى تعديل كويس جدا. فاتمنى من الناس ان هي تنزل البرنامج تتفرج عليه تبدا تشتغل عليه تطلع نتائج، واحنا ان شاء الله هنعمل دوره شرح من اول كلمه في البرنامج لحد اخر حاجه ان شاء الله، وهحاول اترجم كمان الفيديوهات اللي موجوده على الموقع الرسمي بحيث ان الناس اللي ما عندهاش قدره في الانجليش شويه تقدر تتابع معانا. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.